حوارات، قصص، أدب، شعر، دردشة، استراحة عربية يومية. إخوة العروبة، نسل البركة. نعم، نسل البركة، فعلى أرضنا تباركت كل الشعوب بنسل أبينا إبراهيم. على أرضنا كان وعد الله لخليله بالبركة والكثرة لنسل ابنه إسماعيل. إخوتي، أخواتي، لقد تحقق وعد الله، إذ باركنا بأرض تفيض بالخير. نعم، تحقق الوعد، إذ أكثر الله نسلنا. ونحن اليوم إذا ما سألنا أنفسنا ماذا قدمنا عرفانا وشكرا لفضل الله وبركاته علينا، ماذا قدمنا؟ لا شيء. تبارينا في نهب خيرات أرضنا العربية عوض أن نسخرها لخير بعضنا البعض. أهدرنا قوة النسل، سعينا بجهل وحقد لإبادة بعضنا البعض في حروب المصالح ونزعات الفرق والفصائل والطوائف. إخوتي، أخواتي، أدعوكم ألا